واحد السلام عليكم الخوت، اخباركم؟ كلشي مزيان هاني، تحياتي ليكم. كنشكركم بزاف على الميساجات اللي فاتوا. تفضلكم الدراري، راه كيما كنقول لكم باش كنكمل هذا الشيء وباش كنكمل لكم في هذه السلسله اللي كيستافدوا منها صراحه الدراري. كيوصلوني ميساجات زوينين من عند الدراري ومن الناس الكبار، تحياتي لكم كاملين، شكرا لكم بزاف. دائما الخوت مع السلسله، واليوم انا متاكد بان هذا الفيديو هذا هو اللي كيقلب عليه الدراري كاملين، اللي كيقلبوا عليه واللي كيتسناوني شحال هذه باش انني نحطو لكم، وهو العنوان ديالو، وهو الكادراج. كيفاش نكادر؟ كيفاش الطريقه ديال الكادره؟ هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحطو لكم وغادي نشرحو لكم ابسط حاجه اللي يقدر كلشي الدراري يستافد منها. كما شفتوا الدراري راني عرقان، ضروري اول ما كنجي ضروري خاصني نسخن كما كتعرفوا، باش الا درت شي حركه ولا شي حاجه فهمتوا، راكم عارفين واحد ربع ساعه ديال الحركات وديال الجري وداك الشيء، باش على الاقل بحال هكا الا درت شي حركه ما يتقطعش فيا اللحم اولا ما تمشيش ليا الشوفيه ولا شيء. فهذا كنصحكم الدراري فاش تمشيو مثلا تبغيو تريني ولا شي حاجه، ديروا شي حركه ولا تلعبوا، دائما ربع ساعه ديال الخدمه. وكنبغي نشكر دوك الناس اللي فادوني في الفيديو اللي فات ديال الفراب، اللي هو ما شرحتش لكم جوج الحوايج اللي كنشكرهم هذوك جوج الناس، اللي هو الرؤيه، يعني ديما الرؤيه ديالي لذاك السيد اللي غنحط ليه الباس، ودائما الدراري في الفراب حتى الدري يشرحها ليا كنشكرو حتى هو، اللي هو الرجل. الرجل مثلا هو السهم بحالكم، مثلا هو اللي كيعطيني رجل اليسر، هي اللي كتعطيني يعني الصديق ديالي فيه كاين، اللاعب ديالي فيه كاين. يعني مثلا الا كنت هنا وبغيت نحط عليه الهيره ما يمكنش، يعني اليسر هي اللي هي اللي كتبين لي الصديق ديالي فيه كاين. المهم ما علينا، غادي نبدا لكم الجزء الثاني في هذا الفيديو هذا، اللي هو الطريقه ديال الكادره. ما ننساش انني نشكر خويا عبد الصمد اللي المصور الفوتوغرافي ديالي الثاني، تحياتي ليه وشكرا ليه بزاف على العذاب ديالو. هضر اخويا عبد الصمد، هضر، قول لي. كنشكرك اخويا سعيد، وهذا شرف ليا انني نساهم ولو بالشيء البسيط انني نعاونك، ونتمنوا لك الخير اخويا. الله يحفظكم، ما نساوش الدراري، نشكروا اخويا ايمن، الدراري اللي سولتوني عليه مول الباساج. زيد اخويا ايمن قرب عدي. زيد عدي عدل باش نبدا. هو الدراري، المهم هو الدراري، دري ايمن ناضي 19 سنه، الدراري ميكانيك. المهم انا كنبغي الخير الدراري، الا شي واحد كان مثلا بغى السيد راه عنده صراحه كيلعب بجوج رجلين، ليمر ليسر، كيلعب دري في واحد الوسط، في واحد البوست اللي هو وسط ميدان دفاعي، راه هو. ولكن راه قبل ما تعاقدوا معاه الا وراه خاصكم تدوزوا عندي. قول لهم شي كلمه اخي ايمن، قول لهم تحياتي. كلمه اخويا، تحياتي خوش. الدراري اول حاجه غادي نتعلمها الدراري في الكادراج، يعني كما قلت لكم بعد ما كنضربها بهذا الطيب هذا اللي خارج عندنا، طريقه اول فاش كنبدا بحال هكا، يعني بحال هكا بحال هكا، شوف هذا هو الكادراج الدراري، يعني الكره خاصني نضربها خارج بحال هكا وتبقى تدور بحال هكا، هذا هو الكادراج كيتسمى، يعني فرق ما بين الفراب والكادراج. واليسار حتى هي نفس الشيء، اللي اليسري راه كيدير نفس الشيء بحال هكا، يعني بحال كنشرح انا للناس ديال اليمين وديال اليسار بحال هكا. شايف كيفاش كدور الدراري كره؟ يعني الكادراج واحد الحاجه اللي ضروريه عند اللاعب، يعني جناح ايمن خاصك اخويا تكون مثلا جناح ايمن، راك ايمن عطيني اخويا الباس انا نوريكم جناح ايمن مثلا الدراري. طلع ايمن راه اخويا عندي هنا، انا نشرح لكم مثلا الدراري، انا لاعب جناح ايمن وكادراج كيفاش غادي نفهم. انا نعطيك باصه ايمن، انا نمشي ليها نسونطري لك تدخل فيها من راسك. هات اخويا حط ليا باص هنا بحال هكا الدراري، يعني جناح ايمن شي حاجه ضروريه ديال الكادراج. يعني كما شفتوا الدراري، كما قلت لكم الدراري، يعني كما شفتوا دابا جناح ايمن، جناح ايسر حتى هو كيحتاج للكادر، يعني الكادراج ضروري واحد الحاجه اللي خاصها تكون عند اللاعب، فهمتوا الخوش؟ يعني مثلا انا جناح ايسر ومثلا كنحطها الميليو تيرا، كنحطها قرب عندي اخويا ايمن هنا، قرب عندي هنا، زيد ميليو تيرا، زيد ميليو مثلا هنا الدراري بحال هكا، كنضرب بحال هكا الدراري، كل الله يجعل لعبو
كما شفتوا الخوت يعني جناح ايمن جناح ايسر كيف ما شفتوا هذه هي الطريقه الصحيحه باش انني نكادر يعني شي حاجه ديال الكادراج اللي ضروريه ووريتكم الطريقه كيفاش. ثاني البوست ديال 9 ديال عفوا ديال 11 حتى هو يعني يعني ملي كن مثلا انا مثلا باش يفهموني الدراري بزاف مثلا البوست ديال بوفال هذا راه يعني كيعرفوا الدراري كاملين يعني انا لاعب 11 الدراري قرب عندي شحال عندي اخويا القمر منه تعال يعني دائما الدراري اللي لاعب البوست ديال 11 زيد قرب عندي زيد البوست ديال 11 يعني انا اليمني يعني بحال هكا اليمني كنكادري بحال هكا وكنحط بحال هكا على الطريقه الدراري فهمتوا يعني ديما كن ديما الكادرا شي حاجه اللي ضروريه الدراري ارا خويا عندي هنا الكره باش نساليو الفيديو ديالنا نسيت الدراري ما قلتش لكم هو ان حتى في الكادراج كيتحتاج في كوفره الدراري يعني الكادراج شي حاجه ضروريه عندنا يعني مثلا لنفترض ان الشبكه هي داك الشرجم الدراري مثلا غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش مثلا الا جاتكم كوفره بحال هذه الطريقه الدراري يعني كنضربها من هنا وكنضربها بنفس الطريقه الدراري اللي شرحت لكم بحال هذه الطريقه الدراري تبعوا غير المراحل الدراري راه شي حاجه اللي ساهله جدا كنتمنى كما شفتوا يعني الدراري كنتمنى من الله انه زيد اخويا عندي زيد كنتمنى من الله الدراري انه يعجبكم هذا البلوك كنتمنى ان الدراري يستافدوا كاملين شكرا لكم بزاف غادي نسيت ما قلت لكمش ان الكادراج حتى في الكوفراج حتى هما راني حاط لكم في القنوات في القناه ديالي عفوا الكوفرات كيفاش كتضرب يعني هذيك هي الطريقه يعني الا تعلمتي الكادراج بهذه الطريقه راه تقدر تضرب كوفرات تقدر مثلا اي بوست كما قلت لكم 11 7 اللي جناح ايمن جناح ايسر يعني الكادراج اللي شي حاجه ضروريه والطريقه اللي ساهله الدراري ديما الدراري ديما نمشي للدار نبقى نخدم على هذه اللعيبه يعني هذه هي اللعيبه الصحيحه باش انني كنتعلم الكادراج الا بقيتي كتضرب كره بحال هكا وتبقى حداك يعني راه هذه هي الطريقه الصحيحه ما تنساوش الدراري تفاعلوا معنا في هذا الفيديو تبارطاجيو هاد الدراري ما تنساوش الدراري خويا ايمن الا كاينه شي فرقه ولا شي حاجه خليو لي شي كومونتيراج 19 سنه كما قلت لكم بوست كاسور بوست كاسور الدراري يعني لي من اليسر باقي صغير كنتمنى لي انا ما كرهتش الدراري انا حيت انا ما وصلتش ما نكرهش نشوف شي دراري اخرين اللي يسهل عليهم الله واللي نشوفهم شي فرقة كبيرة كما كنشفتوا الدراري حنا ما كتوصلنا لا شي قافلة لا شي حاجة يعني ما كيخرجوا لا حتى شي حاجة يعني النوادي وداك الشيء يعني راكم عارفين الظروف كما كنقولوا ديما لولا الظروف الدراري راهم ضايعين كنلعبوا في هذه الأجواء هذه اللي كتشوفوا ولكن كنحاولوا أن ما أمكن أن نوصلوا لكم الدراري اللي بحال الدراري ما يضيعوش فهمتوا الدراري المهم كنشكركم بزاف شكرا لك خويا عبد الصمد على التمارين اللي درتي معنا اليوم تحياتي لكم الدراري راكم عزاز بزاف ما تنساش كما قلت لكم تبارطاجيو الفيديو تخليو لنا شي كومونتيرات زوينين ما تنساوش الدراري اللي عنده شي حاجه باغي يعرفها يخليها لي حتى هي في كومونتير وشكرا لكم بزاف كنتمنى الفيديو تستافدوا منه.